السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا أهلا مرحبا فيكم مشاهدينا وين ما كنتم انضميتوا تابعون برنامج الملعب كيد في حلقة يوم الخميس. حلقة يوم الخميس عادة تكون مختلفة عن الحلقات الباقية لأن نحاول نكون نستهدف الفئة العمرية بين 5 و6 سنوات، واليوم متواجدين معنا في الاستوديو وقاعدين ينتظرون دورهم، ولكن أحب أذكركم بطريقة الاشتراك بالبرنامج ونرجع لكم. الوان الاستوديو وايد جميله، الوان الاطفال وايد حلوه، خلاص شكلنا بنقلب المحطه كلها اطفال، ايش رايكم؟ موافقين؟ شكرا. قبل ان نتعرف عليهم نذكركم في شنو صار في حلقه امس ونرجع لكم. حلقة أمس كانت مميزة جداً بمشاركة 6 بنات من مدرسة الإيمان. في البداية تعرفنا على كل متسابقة مع مريم بوكمال، والجميل أن كلهم كان واضح عليهم الروح التنافسية الجميلة والحماس للمسابقة. وقبل ما تبدي المسابقة بينهم استمعنا مع المشاهدين لنشيدة من أداء طالبتين. مقبلة ود أن يمشي كما تمشي معدة أرجلة، حاول لكن لم ينل بمشيه ما أمل. أول متسابقة هي فجر الحمادي اللي كانت وايد هادية، بدت بشكل جيد لكن ما قدرت تحصل على ولا بونس وتأخرت وايد داخل المتاهة لأنها اختارت أصعب طريق. فاطمة القحطاني بدت التحدي بابتسامة وحصلت على بونس في لعبة يلا شوت وإطاحة الصولجان، وهالشيء خلاها تنهي التحدي في 1:56. ثالث المتسابقات هي جنى المرباطي، قدرت تنهي التحدي في 1:19، واجتازت كل العقبات، ولو قدرت تحصل على بونس من لعبة يلا شوت كان ممكن تحصل على مركز أفضل. نور السادة تجاوزت كل عقبة بنجاح وحصلت على بونس من جميع الألعاب وكانت وايد سريعة، لكن شوي المتاهة أخرتها. خامس متسابقة هي نورة خالد، سرعتها كانت جدا ممتازة، وهالشيء اللي مكنها من الفوز بالمركز الأول بعد ما حققت توقيت زمني مميز وهو 1:10. 10 11 12 13 14 15 دقيقة و10 ثواني. فرح كانت متحمسة وايد وبلت بشكل قوي، لكن شوي تأخرت في لعبة تجميع الكور وما قدرت تحصل على كل بونس للأسف. كل حلقة يكون فيها شيء مميز، واللي ميز هالحلقة وخلاها جميلة هو تفاعل البنات وروحهم الرياضية وتشجيعهم لبعض طوال المسابقة. عجيب سيلفي عبد الله شاهين، اليوم بعدنا بسيلفي عبد الله، اوكي؟ استعد له الحين. طبعا الحين صار الوقت ان احنا نتعرف على الاطفال اللي معنا في الاستوديو، مجموعه اطفال اليوم بنسمع سوالف عجيبه، بس خلينا نتعرف عليهم اول ونبدا بالمتسابق الاول. اسمي
المتسابق الأول جوان ياسر جناحي العمر 5 سنوات الهواية الجمباز. نرحب في جوان. تعالي جوان ولا يروح لها حمد؟ أروح لك أحسن. شلونك جوان؟ تشاركين اليوم في البرنامج؟ إيه. في شنو؟ في المسابقة؟ إيه. وين أصعب مكان عندك؟ تغير اليوم مسابقة مالتكم. جربتيها مساعة صح؟ إيه. كانت سهلة ولا صعبة؟ سهلة. سهلة؟ تحبين الجمباز؟ إيه. وين تتمرنين؟ في المدرسة؟ إيه. إذا عندك أغنية سمعينا. عندك؟ ما عندك؟ ساعة كان عندك؟ لا نشيدة قصيدة ترى ما حد يطالعنا بس أنا وأنت. هاي مو أنت راح تشابهك. لا لا خلاص ما فايدة. نشوف المتسابق الثاني. أوكي نشوف المتسابق الثاني. المتسابق الثاني يوسف ماهر أريان العمر 5 سنوات الهواية كرة السلة. حياك يا يوسف. نحيي يوسف. حياك حياك يوسف البطل يوسف. يا سلام عليك. أهلا وسهلا. شلونك يوسف؟ زين. عاد أنت مشهور في البرنامج صح؟ إيه. تطلع في المقدمة وتطلع في الإعلان. يقولون لك الناس اللي يشوفونك في التلفزيون؟ إيه. يحبونك يشوفونك في التلفزيون تستانس. ايه. انتوا اليوم كله بس ايه بتقولون لي؟ ايه. الله شكراً. انت جاهز؟ ايه. زين بتسوي لي حركات كرة السلة. انا احب اشوفك تسوي حركات. ايه. اوكي يلا. تبي العودة ولا صغيرة؟ عودة؟ ايه. اوكي. شوفها زينة ولا تبي كرة غير؟ ايوه. بالحركة اللي دبل. يا سلام هذه يبدع فيها يوسف. أيوة نشجع نشجع. أيوة أيوة. عجيب. سجلها سجلها. يا سلام عليك يوسف. شكرا يوسف. تقدر تروح الحين ترتاح لين نبتدي. اوكي ايه ما ادري يوم على ايه اليوم. اوكي نتعرف على المتسابق الثالث معنا. تعال يوسف. المتسابق الثالث سالم مرزوق عبد الكريم العمر 5 سنوات الهوايه التايكوندو. هلا سالم. السلام عليكم. شلونك سالم؟ زين. في أي صف؟ كيدي سوي. في أي مدرسة؟ أرجو باكستان. وين؟ آه باكستان سكول. حلوة المدرسة؟ زينة ولا صعبة؟ زينة. وايد تدرسون هناك صح؟ صعبة؟ مو صعبة؟ صدق؟ يمكن أنت لأنه شاطر صح؟ شنو تلعب أنت رياضة؟ شنو تحب تايكوندو؟ وين تتمرن؟ وين؟ مرن. وين؟ تايكوندو المحترف. تايكوندو المحترف هني في مدينة عيسى ولا في وين؟ مدينة عيسى. مدينة عيسى. وانت بيتكم في وين؟ أم الحسن. يا سلام عليك. أحلى تحية لأم الحسن. شكرا لك. نتعرف على المتسابق الرابع. المتسابق الرابع راشد إبراهيم الذوادي العمر 6 سنوات الهواية كرة القدم. رحب براشد. أهلا راشد. شونك؟ زين. راشد متابع البرنامج صح؟ إيه. أي حلقة تر؟ شفت أمس؟ إيه. أول أمس؟ إيه. كل يوم تشوف؟ إيه. اليوم شلون جيت؟ برنامج بالسيارة ولا بسيكل؟ سيارة. زين شنو تحب في البرنامج؟ مساحة تسولف تسولف ها؟ أي فريق تشجع زين؟ محرك
والنصر السعودي. والسلام عليك وأحلى تحية. تابع يعني الدوري السعودي؟ والله إنك خطير. فوزوا النصر؟ متى؟ بكل مرة صح صح. برجع لك راشد. تعرف الآن على المتسابق الرابع أو الخامس معنا اليوم. المتسابق الخامس عبد الله وليد محمد، العمر 6 سنوات، الهواية كرة القدم. أهلا وسهلا عبد الله. صدقون أنا ما قطيع أفهمي. لا أقعد هناك. شلونك عبد الله؟ زين. شلونك يا البرنامج؟ زين. متابعة؟ كل يوم؟ إيه. حتى يوم الإجازة؟ لا. لأنه مو في صح. حلو. زين. شفت المسابقة اليوم؟ إيه. صعبة ولا سهلة؟ سهلة. سهلة؟ بتقدر تسوي كل التحديات؟ إيه. تحب كرة القدم؟ إيه. وين تتمرن؟ في وين؟ في النادي؟ ولا في المدرسة؟ في النادي. أي نادي؟ نادي في وين؟ قلت وين؟ إيه. وين؟ نادي محرك؟ إيه. نادي محرق. الحين نادي محرق. يا سلام. الحين نتعرف على آخر المشاركين معنا في البرنامج. المتسابق السادس زينب حسين عبد الله، العمر 6 سنوات، الهواية كرة الطائرة. نرحب بزينب. هلا زينب. شلونك؟ زينة. مستانسة ولا زعلانة؟ مستانسة. مستانسة وبتفوزين اليوم؟ إيه. أي مركز؟ أول. المركز الأول؟ زين، أنتي شاطرة في كرة الطائرة؟ تتمرنين مكان تروحين نادي؟ بس تحبين كرة الطائرة؟ إيه. تلعبين كل يوم؟ تحبين رياضة؟ أكثر شيء تحبينه في المدرسة الرياضة؟ أسهل شيء؟ أنتي أي مدرسة؟ دي. مدرسة الدي. الحين خلصتوا مدرسة ولا للحين في مدرسة؟ الحين في مدرسة. في مدرسة؟ للحين؟ اوكي. مستعدة انت زينب؟ الجميع مستعد اليوم؟ كلكم مستعدين صح؟ جاهزين؟ ايش عندكم؟ ايش عندك؟ ولا شيء. ولا شيء؟ اكيد؟ حتى انا ولا شيء. انت بعد ما عندك شيء؟ كل شيء تمام؟ نبتدي برنامج؟ نبي ناكل ثيابنا. تبي تاكل ثيابك؟ شنو تاكلون ثيابكم يعني؟ أبوي ما صدق. تاكله؟ جوعان انت؟ أبوي صايم؟ صايم؟ انا بعد ما صايم. انت بعد ما صايم؟ متى بتصوم يا زب؟ لين كبار. لين كم صار عمرك؟ 10. 10؟ ايه. انت متى بتصوم؟ لين صار عمره 10. انت بعد لين صار عمرك 10؟ لين صار عمرك 5. انت الحين كم؟ 5. باكر بتصومين يعني؟ ايه. يلا كفو عليك، شاطرة. احنا ناخذ هذه الفاصل عشان نرجع للولوة، ومعنا اليوم تركي راشد مجهز لنا كاركاتير، ولا بترسم الكاركاتير توك تركي؟ قاعد جهز؟ حلو ممتاز. ناخذ هذه الفاصل ونرجع.
مشاهدينا الحين صار الوقت ان احنا نبتدي المسابقة. الاطفال عندنا وايد مستعجلين، بس احب اشكر طلبة قسم التربية الرياضية بجامعة البحرين محمد عبد الله وكوثر عبد المجيد، ريان جابر وعمار جعفر، وفريقكم مستعد ان تتطوعي معنا اليوم. لولو المحميدي، اهلا ومرحبا فيك لولو. يا هلا فيك. اهلا وسهلا. يعني نوتش اليوم ها؟ لا بالعكس، مسوين لنا جو حلو. سوالفهم حلوه غريبه. ايه شلون بياكلون التيشيرت؟ والله ما ندري، قاعد يسوون بروفات الحين. انت صيد لنا الحاطه، نبي نعرف ايش قصدهم بياكلون التيشيرت. والله قاعدين يعضونه حاليا، يعني صدقوا بالكلام اللي قالوا. حلو لولو، شو مجهزه لنا اليوم؟ مجهزت لنا اليوم ان شهر رمضان هو الفتره اللي يقدر يتحكم اولياء الامور بالوجبات اللي ياكلونها عيالهم، وهي ايضا افضل فرصه ان يقللون كميه الوجبات السريعه اللي يتناولونها الاطفال. صحيح. فتقريبا يحاولون يقللون ان ما ياكلون وجبات سريعه، خصوصا للاطفال الصايمين، لان بيقولوا لهم هذه الوجبات تعطش وتحسسكم باليوع الخمول، فيفضل تناولون وجبات ثانيه، فهذه الطريقه تخليهم يقللون تناول الوجبات السريعه. سأليهم تاكلون فاست فود؟ من ياكل همبرجر؟ تاكلون فاست فود؟ انا كل يوم. حتى انا. وشنو غير الهمبرجر تاكل؟ بس تشيكن ناجت. الله تشيكن ناجت. حتى انا اكلت تشيكن. كلكم تاكلون تشيكن ناجت؟ ايه كلهم ياكلون. انا اكلت انا بيت انا اكل تشيكن ناجت. اكل تشيكن ناجت بيتكم؟ انا اكل برجر. وانت شنو تاكل؟ ياكلون تشيكن ناجت. ايش لا تقطع هو شكلهم يواعه. يعطيك العافية لولو. ننتقل لرسام الكاريكاتير تركي راشد معنا في الاستوديو اليوم، منورنا يا تركي. يا هلا ومرحبا فيك، في ابداعاتك ومتابعين كاريكاتيراتك دائما. الكاريكاتيرات مو براضية تطلع كاريكاتيرات. يعطيكم العافية. وي بس خلاص، مباكعكم باقي الشهر وما قصر على استضافة. شكرا. العفو. شو مجهز لنا تركي اليوم؟ والله حاليا للحين ما جهز شيء يعني، بس انه وانا نشوف المسابقه ان شاء الله تطلع الافكار. حلو، بنشوف يعني الرسمه في نهايه البرنامج باذن الله. ممتاز، شكرا لك تركي. يلا نبتدي مسابقه. نبتدي؟ اوكي. وانت هني قاعده ادورك هناك. شلون جيتي هني؟ متى جيتي هني؟ شكلش مستعيلة. بتخلصين بسرعة اليوم؟ ايه. تبين اشرح لك قبل لا تبتدين؟ ايه. زين شوفي، بتبتدين هني تحطين ريلج صوب اللي مكان حاطه ريلج. انتبهي معاي. ويدك ريلج، يدك ريلج، يدك عارفة تضي صح؟ عقب ما تخلصين بتيين تمشين فوق المراتب نفس الشكل، لا تطيحين. عقب تدشين هني النفق وبتطلعين من ذي الجهة، عقب تشوتين هني عندك ثلاث مرات تقدرين تشوتين. عقب ما تخلصين عندك نوعين من الكوار، هلو عندك العودة ولا صغير. عقب ما تخلصين تشوتين هني بعد تنقلين الكوار. لا ما فايدة ما فايدة، أنا أقول نبتدي. أوكي نبتدي؟ لا. ها أوكي. عقب تقطين ذيلا داخل الحلق. أوكي عقب تنطين وتروحين تدورين الجرس. الله جمانة. ها جاهزة؟ جوان جوان ولا جمانة؟ جوان جوان. جاهزة؟ ايه. مع صوت الصفارة بتبتدين. اوكي حلو. جاهزة جوان؟ يلا جوان، يلا جوان. اسرع. ايه ايوه حلو كملت. ممتاز ممتاز. يلا تعالي على المراتب اسرع جوان، لان عندك وقت. ايوه ممتاز. يلا دخلي داخل النفق، داخل النفق، داخل النفق. اهلا جوان. يلا حاولي هني، عندك ثلاث محاولات. اي يلا بعد مره. اي راحت على الكره. تعالي تعالي. أهم شيء مش قادرة تضحكين، أهم شيء. بعد عندك محاولة. يبي هيدا لحظة. يلا يا
شد الكرة يلا 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 بس خلاص كفاية كفاية يلا الحين هني شوتي الكرة بعد مرة بعد مرة ايوه يلا 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 نقلي الكور من مكان للثاني ايوه جوان حلو اي اي وصلي يلا روحي ورجعي بسرعه والله انا تعبت بالعدل بالعدل لا تطيحين ابدي صوتك حلو تعالي هي داخل اي جطة جطة لا تميه من داخل بعد حلو حلو ممتاز يلا تعالي نطقني يلا جوان وين الجرس؟ دوري الجرس بسرعة بسرعة واتس واتس ترين دشين داخل اذا تابين ها ايه كفو عليك يا جوان شاطرة جوان حياك حياة جوان يعطيك العافية جوان شكرا لك انهت التحدي في دقيقتين و24 ثانية ولكنها سجلت يلا شوت صح سجلتك فصار عندك التوقيت دقيقتين و15 ثانية حتى لأن سجلت هناك صوب الحلق خلينا نشوف أداء جوان ونستعد ليوسف أداء جوان خلصت التحدي في دقيقتين و15 ثانية صار الوقت الحين إن يوسف يستعد جاهز؟ إيه بتفوز؟ إيه كم الوقت تتوقع يوسف؟ شوية كم عاد؟ بس واحد دقيقة؟ إيه دقيقة ونص إيه خلينا نقول دقيقة ونص أوكي؟ أوكي بس خلينا بسرعة أوكي أوكي؟ أوكي ممتاز مع صوت صفارة بتبتدي معلش لا تعيد لا تعيد وصل وصل ايوه 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 حلو يوسف على المراتب ممتاز اسرع يوسف اسرع ادخل داخل ممتاز حلو يلا شوت يا سلام يلا يوسف سلي اي وحده تبي عوده ممتاز يلا سجل هني بعد ممتاز يلا نقل الكور من مكان للثاني الحين عنده 10 ثواني بونص يلا يوسف السلام عليك يوسف يلا 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 يوسف ممتاز تعال هني يوسف يلا
يلا تعال نط هني، عندك 10 ثواني بونس. الجرس يوسف، الجرس الجرس. اي يوسف عملي. يا سلام على يوسف. روح استريح هناك، بقول لك شماكتك يوسف. وقت يوسف دقيقة وعشرين، ولكن سجل كرة سلة وكرة قدم، صار وقتك دقيقة وعشر ثواني. كفو يوسف. تذكر أداء يوسف ونرجع لكم مشاهدينا. الحين عرفت انا وين شايفه سالم، وين شفتك انا؟ في فورمولا. تسوق انت صح في الفورمولا؟ ايه. اي فريق؟ الاحمر. فراري، تسوق سيارة فراري، شاطر، بتفوز اليوم؟ ايه. نبي وقتك حتى يكون نفس الفراري، سريع. اوكي سالم؟ كي. اوكي، مستعد سالم؟ احنا مستعدين. مع صوت الصفارة سالم. يلا سالم. اسرع اسرع. ايوه ايوه. حلو، ممتاز سالم. نفق نفق، اطلع بسرعه، اطلع بسرعه، اطلع بسرعه. ممتاز، يلا يلا شوت. واو، يلا 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 يلا. حاول هني، تقدر تختار اي كره. والله خوش، ممتاز. يلا شوت شوت. يلا حلو، الحين ننقل الكرة من جهة للجهة الثانية. يلا 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 سالم هني، تعال هني. يعني تنحسب، نعم تنحسب. حلو، يلا نط هني الحواجز وبعدين دور لي الجرس. لا القفزات خطيرة الصراحة. جرس، أسرع وأسرع شيء عندك. عنده 5 ثواني بونس. يلا سالم. إيه أنا أسمع الجرس سالم. دش داخل إذا أسهل لك. أيوة سالم. ممتاز 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 يا سالم، أحلى تحية لسالم. ما تبون ما تشجعونه؟ يلا شجعونه. يا يا يا، جاهز أنت شكلك صح؟ امشي. يلا خلنا نتذكر أداء سالم.
بفرح. ايش فيك مستعجل؟ ايه زين لازم نشوف له؟ لا ما نشوف. سيدي نبتدي؟ ايه. انت وايد مستعجل صح؟ ايه. اوكي اوكي خلاص لا تستحمق الحين بنبتدي. يلا 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 اسرع يلا مستعجل يلا اسرع 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 يلا راشد حلو خل داخل نفر يلا راشد سجل العدل العدل ايوه يبين عليه انه هو عندك بعد مرة بعد مرة يلا 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 تبي تجربني ولا ما تبي؟ ها يلا حلو سجل هني ووو يلا تعال هني خلي الكرة هني الجهة الثانية وارجع بالعدل 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 وقتك وايد زين تعال هني هني يلا يلا اوكي معلش يلا نقص الحواجز ايوه راشد 2 3 4 الجرس الجرس لقى الجرس لقى الجرس شاطر يا راشد او 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 ويا شوته هو ماشي راح الديكور اليوم راح الوقت راشد دقيقة وسبعة وثلاثين دقيقة وستة وثلاثين كفو عليك يا راشد خلنا نتذكر أداء راشد لما نهدي راشد ايش صار عندكم هني؟ صار ربي ولا ما في هذه اللي شو اسمه؟ خيط بلدي صار لا والله خيط شوفه خيط خيط الا صار صار يا موك صار صار يا موك اوكي اهدأ انا ما احب سكول انت ما تحب شنو؟ سكول ما تحب سكول؟ لا انت تحب باسكت بول ادلي اوكي اوكي لا ندش الحين في مواضيع سكول سوي لنا سالفه اوكي هاي الصرصور انا باخذه وياي اوكي انتوا نطره والله يبي لها اسوي لهم برنامج حواري ذيل الاربعه تعالوا قاعد قاعد ايوه اوكي بقول لكم عاد شجعوا عبد الله بيبتدي الحين عبد الله بيبتدي لازم نشجع بعض امبري طلعت الحقيقه المره عبد الله مستعد مستعد عارف كل المراحل؟ ايه وين تبين اساعدك اي صوب؟ ما تبين اساعدك في شيء؟ اوكي يلا عبد الله جاهز يلا عبد الله
اسرع اسرع اسرع. ايه صفقوا له لو صفقوا له صفقوا له صفقوا له بدل الفرطور. يلا يلا حلو ممتاز. الحين يلا شوف بالعدل بالعدل عبد الله بالعدل بالعدل بالعدل. يلا بعد واحدة. هذا انا احس انها هي دوشة. حلو ممتاز ممتاز. شاطر 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 شاطر. يلا نقل الكفر من جهة الثانية. انا قلت له تبيني اساعدك قال لي لا ما تساعديني وانا مكان. سلام عليك عبد الله. عندك 10 ثواني بونس باجتهادك يا عبد الله ولي. يلا يلا عبد الله. حلو عنده واحدة هنا نص الحواجز. عنده 12 ثانية بونس والحين بيحصل الجرس عبد الله وبيخلص. ايوه ايوه كفو عليك يا عبد الله ما شاء الله عليك. توقيتك دقيقة و18 بس عندك 12 ثانية بونس. دقيقة وست ثواني لعبد الله. شاطر عبد الله كفو عليك. تذكر اداء عبد الله. يا سلام على الحركات يا سلام على البنات. يلا خلينا نتذكر اداء. شفنا أداء عبد الله اللي أنهى التحدي بدقيقة وست ثواني ويتصدر الآن مؤقتاً المركز الأول للملعب كيدز. باقي زينب الحين. زينب باقي كم الوقت اللي بتخلصينه يا زينب؟ دقيقتين ونص. دقيقتين ونص؟ أوه ليش دقيقتين ونص؟ دقيقة ونص على الأقل. إيش رأيك؟ أوكي؟ خلي في بالك دقيقة ونص عشان تخلصين تحصلين أحد المراكز الأولى. زينب جاهزة. يلا زينب أسرع أسرع. أيوه حلو ممتاز المراتب. يلا حياك داخل حياك داخل. يلا شوف بس بعد محاولتين بالعدل حاولي بالعدل بعد محاولة. ايه يلا غش غش. انا غششتك بعد. يلا تعالي. ايه روشد. يلا حياة نقلي الكور من جهة الثانية. يلا يا زينب تعالي هني. ايوه
واحدة اثنتين عندك بعد محاولة ثلاث ممتاز الحين نطي الحواجز ايوه لقيت الجرس عندها تسع ثواني تسع ثواني بونس اذا توقيتها كم توقيتك دقيقة و 17 ثانية يا زينب شفتي؟ قلت لك لو تحطين قدام التارجت دقيقتين ونص دقيقتين ونص دقيقة ونص لكن انت الحين خلصتي بدقيقة و كم قلنا شباب؟ دقيقة و 17 ثانية إذا الحين عرفنا المراكز الأولى راحت لمن؟ بعد بقى أحد؟ لا خلاص ها؟ إيه بقى انا شايك التحدي تركي جاهزه الرسمه ولا للحين ننطر للنهايه تتويج ننطر اوكي خلينا نشوف اداء زينب ونرجع مشاهدينا عرفنا الآن هوية الأبطال نبدأ طبعاً من المركز السادس جوان ياسر جناحي دقيقتين وخمسة عشر ثانية المركز الخامس سالم مرزوق عبد الكريم دقيقة وسبعة وثلاثين ثانية راشد إبراهيم الذوادي دقيقة وستة وثلاثين ثانية المركز الثالث عند زينب حسين عبد الله دقيقة وسبعة عشر دقيقة أول المركز الثاني عند يوسف ماهر أريان والمركز الأول عبد الله وليد محمد بدقيقة وست ثواني نبدأ الآن مراسم التتويج نبدأ اليوم المركز الرابع تفضل بس ويانا مبروك شنو هذا جوائزك داخل عندك هني فلوس وعندك كوبونات بتروح تلعب بعد كيف كفو عليك شاطر يا راشد أما المركز الخامس عند سالم مبروك عليك يا سالم والمركز السادس عند جوان مبروك يا جوان يا سلام عليكم الحين لا بنسوي تتويج هناك بس نشوف تركي جاهز؟ جاهز تركي نقدر نشوف الرسمة الرسمة نشوفها شباب نشوفها على الفيديو وول الملعب كيدز تبين الصورة الملعب كيدز رسمها لنا تركي في أقل من ساعة يعطيك العافية شكرا جزيلا لك هذه البطل هذه البطل عبد الله هاي انت شفت حلو والحين نبتدي نتوجهم مركز الثالث المركز الثالث عند زينب حسين
دقيقة و17 ثانية. شكرا لك يا زينب. المركز الثاني عند يوسف ماهر أريان. تعال فوق تعال فوق تعال فوق. دقيقة و10 ثواني. يا سلام عليك. والمركز الأول عند عبد الله وليد محمد. دقيقة وست ثواني، نحييهم كلنا. ما في ارقدها ارقدها، خلاص نصور صورة جماعية. شكرا لكم، مبروك عليكم، كفو عليكم. احنا وصلنا إلى الختام، نلقاكم مشاهدينا في حلقة جديدة يوم الأحد بإذن الله تعالى، مع السلامة.